السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكل متابعين قناة الأستاذة مزين. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو نحتاج كامل تلاميذ تاع السنة الرابعة يحضروا في هذا الفيديو، لأنه هذا الفيديو درته خصيصا للأخطاء اللي راكم تطيحوا لي فيها في طريقة رسم الرسومات البيانية. شوفوا معايا مليح تلميذي العزيز اللي مقبل على الشهادة، عندك واحد الأخطاء راك تطيح فيهم، ماشي مرة ماشي زوج. أنا من خلالي تصحيح تاع الأوراق تاع الامتحان التجريبي ما من عام الماضي كي صحينا في البيان، تلميذ دايما نفس الخطأ يطيح في الرسم تاعو. كي نقول الرسومات البيانية نقصد به المنحنى البياني، عندنا منحنى، عندنا أعمدة بيانية، عندنا دائرة نسبية. فقط ملاحظة اللي هي حد الآن من 2000، نقدر نقول لك من 2010 إلى يومنا الحالي جامي يمدوا دائرة نسبية. حنايا نخافوا برك على التلميذ، هنسي جامي إذا مدلوا دائرة نسبية يقدر يتعامل معها، لكن المنحنى البياني والأعمدة البيانية دايما عام بعام. مثلا العام الماضي داروا أعمدة بيانية، تسمى هذا العام عندنا مقترح بشدة يديروا منحنى بياني. هادوما كامل نطلق عليهم اسم رسومات بيانية. هكذا جيد. هذه الملاحظة الأولى اللي نمدها لكم على الرسومات البيانية. الآن ننتقل إلى الأخطاء الفادحة اللي طيح فيها تلميذ السنة الرابعة. أول حاجة الشيء اللي طيح فيه هو، تبع معايا مليح، مثلا انا يا هنا يا الوضعيه قال لك اليك جدول يمثل تطور زراعه البطاطا في ولايه الوادي. راكم تشوفوا هذا الجدول اللي راه موجود امامكم. التلميذ كي يروح يرسم ما تديرش المنحنى المقياس، عفوا مقياس الرسم ما تديرش من راسك، مقياس الرسم إذا عطاه لك هو أنت ما عليك غير تلتزم بمقياس الرسم، ودايما مقياس الرسم يمدوه في شهادة التعليم المتوسط. البكالوريا اللي ما يمدلهمش مقياس الرسم باش هما يبحثوا عليه، أنت عطاك مقياس الرسم التزم به. هذه الحاجة الأولى، بالك ما تلتزمش بمقياس الرسم. الحاجة الثانية اللي التلميذ يغلط فيها وبزاف هي، لاحظوا معايا الجدول، راكم تشوفوا هذا الجدول، الخانة الأولى الخانة الثانية تاع البطاطا والسنوات. واش يدير؟ السنوات 2017 2018 و 2019 وين يحطهم لي؟ أنا يهبلك الرسم تاعي، السنوات يقلبهم، السنوات يجوا منا في محور التراتيب وهذا محور الفواصل، والبطاطا يرجعها من هذه الجهه. هنايا المنحنى تاعو باش يجيه بهذه الطريقه راح يلقى المنحنى تاعو راح يطلع هكذا. هذا شوفوا المصحح ما يعيش ما باروحو، جس ما يلقاك غلط بين السنوات ما تعرفش وين يجو السنوات وين تجي المحور الاخر. هنا يقول لك التلميذ هذا اصلا ما يعرفش المبادئ الاساسيه تاع رسم رسومات بيانية وما يعرفهمش، كيفاش راح يحلل لي أشياء واحدة أخرى؟ مباشرة راح يلغي لك الرسم تاعك، وعنده الحق يلغي لك الرسم لأنه ديجا خطأ، الخطوة الأولى مشيتها بخطأ. إذا دايما نوصيك بالعقل، ثبت روحك في الامتحان، القاعدة تقول لك باللي الخانة الأولانية دايما هي اللي تجي في محور الفواصل، هي اللي تجي منها. والمرحلة الثانية أني نلتزم بمقياس الرسم ونكتبه، شامي إذا تنسى مقياس الرسم تاعك هكذا. وشيء آخر ثاني اللي يغلطوا فيه بزاف تلاميذ هو العنوان. تخيلوا انتوما الرسم ولا المنحنى البياني نقطة فقط ولا نصف العلامة الكبيرة كامل تكون من نصيب العنوان.
عييت روحك وكتب طور الصمت وخدمت كامل وما تديرش العنوان. هنايا العلامة تاعك تقسم على 2 فيما يخص توزيع النقاط الخاص بالمنحنى البياني، حذاري ثم حذاري تنسى العنوان. فيما يخص العنوان درته من الفوق ولا درته من التحت كيف كيف، هذا ما يهمناش حنايا، العنوان تاعك وين درته. مين نجيب العنوان؟ العنوان هو ساهل كامل. العنوان كي يقول لك يطلب منك إليك جدول يمثل تطور زراعة البطاطا، انت يا المطلوب هذاك رجعه على شكل عنوان. هذا ما كان خلاص العنوان تهنينا منه. نروح إلى الشيء الثالث اللي يغلط فيه ثاني التلميذ بزاف في مادة الجغرافيا، ماشي كيما الرياضيات ولا الفيزياء. الآن حنايا في الجغرافيا ما نبداوش من المبدأ صفر، دايما ننطلق من التعيين الأول كيما راكم تشوفوا هنا، هكذا يكون التعيين تاعكم، ما تنطلقش من المبدأ. عموما هذه هي الأشياء اللي يغلط فيها التلميذ. أما فيما يخص الأعمدة البيانية، الأعمدة البيانية كيف كيف، يغلط في السنوات ولا يغلط في العنوان، حاجة فقط فيما يخص الأعمدة كي مدلك الأعمدة ما تلصقهمش مع بعضهم، خلي مسافة بينتهم. نرسم مثلا عمود تاعي الأول هنايا، عمود الثاني، المسافة بين كل عمود وعمود لازم ديرها كيما تحب، عندك حرية الاختيار، واحد ما يسلك شحال تخلي المسافة بين الأعمدة تاعك، لكن فقط لهذيك المسافة تحافظ عليها. إذا خليت بين كل عمود وعمود 1 سنتيم، لازم الأعمدة اللي جاية موراها كامل تخلي لهم 1 سنتيم. هذه هي الأشياء اللي تتعلق بالأخطاء الشائعة عند التلميذ كي يرسم الرسومات البيانية تاعه. نعود العنوان، محور الفواصل ومحور الترادب ونقطة الانطلاق، وما تنساش كامل مقياس الرسم هو اللي يلعب دور، هكذا راح يكون الرسم تاعك كامل. والملاحظة الأخيرة والمهمة اللي نمدها هي، شوفوا معايا مليح، والله أنا باعتباري مصححة في الامتحان وباعتباري حارسة نحرص التلاميذ في شهادة التعليم المتوسط، ساعة ونص في مادة التاريخ والجغرافيا، تخيل يا تلميذي العزيز الموضوع تكتب تجاوب على في التاريخ ودير وضعية إدماجية في التاريخ، من التاريخ تروح تدير وضعية إدماجية في الجغرافيا وتفسر وكامل، ساعة ونص ما تكفيش التلميذ ويزيد يرسم منحنى ولا أعمدة بيانية. لذا نبه التلاميذ اللي راكم تشاهدوا فيها، هذه النصيحة اللي نمدها لوجه الله، هكذا هذه النصيحة مهمة اللي هي المنحنى البياني ولا الرسومات البيانية اللي يمدوهم لكم في الشهادة، خليهم هما الاخرين كامل، كمل كامل الأسئلة تاعك حتى الوضعيات الإدماجية وباش تروح للرسم البياني تاعك. علاش تقولوا أستاذ علاش تقول لنا هكذا؟ نقول لكم علاش، باسكو بزاف تلاميذ يضيع الوقت تاعه وهو يرسم ويمحي، هو مستخس هذاك اللي يكون فيه ويمحي ويرسم منحنى بياني يقعد فيه 40 دقيقة، على بالكم شحال العلامة على المنحنى البياني ولا على بالكمش؟ كي كثر ويطير يمدلك 1.5 ولا زوج، تخيل 40 دقيقة ضيعتها على نقطتين، وهذوك النقطتين ماشي سر تدي الرسم تاعك راه صحيح، تخيل الرسم تاعك فيه الأخطاء شحال راح تدي عليها، راح تدي نقطة من 40 دقيقة. هكذا إذا خلي الرسم تاعك هو الأخر كامل، كي تكمل تكتب كلش، باسكو ما حنا كي يكونوا نصحوا ما يهمش، تمرين اكتب التمرين الاول وبعد تروح للتمرين الثاني تروح للتمرين الثالث، ما يهمناش، انا عندي ورقه واش نلقى التمرين كامل
نلقاهم نصحح. بك اكتب رقم التمرين تاعك شحال هذا مكان. اذا كانت هذه هي النصائح اللي مديتها من قلبي، ونتمنى تفيدكم بزاف بزاف. وحبيت فقط ننبه في هذا الفيديو بلي ابتداء من يوم الغد ان شاء الله راح نبداو نديرو اللايف ولا البث المباشر اللي راح يكون عبارة عن فقرة سؤال جواب. راح ان شاء الله ناخذو 3 أيام ولا 4 أيام دايما يكون عندنا بث انا يا ولا نتوما تطرحوا الاسئله وانا نكون ان شاء الله في خدمتكم ونجاوبكم. اذا وصلنا لنهايه الفيديو، اذا اعجبكم لا تنسى الضغط على زر الاشتراك والاعجاب ليصلك كل جديد، وشكرا لكم وبالتوفيق للجميع.